تصريحات للدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، قال فيها أنه يجب أن يكون نصف الاتحاد من طلاب التعليم الفني والنصف الآخر من طلاب الثانوي العام، لأن الطلاب شركاء جميعا في إرساء قواعد الديمقراطية. الجيوشي قال خلال حفل تنصيب اتحاد طلاب مدارس مصر تحديدا أنه التعليم الفني سيصبح هو الاختيار الأول للطلاب في مصر، وده خلال 5 سنوات بيتم فيها تطوير المنظومة طبقا لرؤية مصر 2030. أيضا طالب ألا نضع طلاب التعليم الفني في إطار سيء، وأضاف قائلا أن الطالب اللي بيحصل على 150 درجة في الإعدادية هو طالب متميز، ولكن يجب أن يتم تطوير هذا الطالب والعمل على منحه تعليم بشكل أفضل. من ملف التعليم اللي مهتمة به معظم الصحف المصرية